لا شك أن التبرع للجمعية من أفضل ما يتبرع لأي جهة أخرى، وخاصة أننا نبني النفوس ونبني الرجال. الحمد لله. فهؤلاء الرجال الذين تقوم الجمعية بتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم، فالنفقة عليهم أقل ما يكون من أي مسلم. ما دمت لا تستطيع أن تقوم بنفسك في تربية بعض أبناء المسلمين الذين فقدوا آباءهم، فعلى الأقل أن تقدم ما تستطيع من مادة ليقوم غيرك بهذه المهمة، وتشارك في الأجر والثواب الذي ينتظرك بإذن الله. وكفى بأن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كاتين في الجنة. نعم. فهذه نعمة عظمى لا حد لها. فكم من إنسان يذهب إلى المشرق والمغرب ويبحث عن التجارة من أجل أن يزيد تجارته، وهذه التجارة الرابحة لا بد أن نساهم فيها. نعم، الله يسعدك.